بالتأكيد مسألة الشراكة التجارية في مجالات التعاون ما بين روسيا والدول الإفريقية. أيضا المنتدى الاقتصادي الروسي الثاني ده يعني مهم جدا ما بين روسيا ودول القارة الإفريقية، يعني ملفات عدة ستطرح على مدار يومين، يوم 27 ويوم 28 يوليو أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية. للحديث أكثر عن يعني تفاصيل هذه القمة وأهم الملفات المطروحة على طاولة مفاوضات الزعماء الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معانا دلوقتي على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وبرأيك أهم الملفات المطروحة في هذا التوقيت بالغ الحساسية في القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي قمه مهمه من حيث التوقيت، لان توقيت انعقاد هذه القمه ياتي في ظروف شديده في التعقيد بيمر بها العالم اجمع وبالاخص القاره الافريقيه، باعتبار ان القاره الافريقيه هي على الحقيقه الاضعف في المنظومه الدوليه، وهي من اكثر القارات تضررا من الانعكاسات السلبيه للحرب الروسيه الاوكرانيه. وبالتالي انعقاد هذه القمة ستطرح على العديد من الملفات، سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى عن طريق كيفية مواجهة النقص الحاد في الحبوب نتيجة عدم تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، على اعتبار أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 34% من إنتاج الحبوب عالميا، وبالتالي القارة الأفريقية تبحث عن هذا، وأيضا روسيا تبحث عن الخروج من يعني دائرة العقوبات الغربية التي وقعت عليها عن طريق نسج شراكات حقيقية مع القارة الأفريقية وفقا لمبدأ رابح رابح. صحيح، اتس وين وين سيتويشن يا دكتور، وده الحديث ومساله التبادل التجاري والتعاون التجاري بتوسع ما بين الدول الافريقيه وروسيا. بنتكلم عن منتدى اقتصادي ثاني روسي افريقي، الى اي مدى حضرتك شايف انه هذه الشراكات تحقق نجاح بالنسبه للجانبين، الجانب الافريقي والجانب الروسي؟ طبعا هي يعني انعطافه مهمه جدا في العلاقات الروسيه الافريقيه، على اعتبار ان القمه الاولى عقدت في مدينه سوتشي عندما ترأست مصر قمه الاتحاد الافريقي، وكان للقياده السياسيه المصريه دور مهم جدا لكيفيه ايجاد يعني شراكات استراتيجيه مهمه مع الجانب الروسي، سواء اقتصاديا فيما يخص القضايا الافريقيه وكيفيه دعم الدول الافريقيه الفقيره. يعني التبادل التجاري بين الطرفين بيتخطى ال 18 مليار دولار وفي طريقه الى الازدياد. روسيا لديها فائض في الحبوب حوالي 100 مليون طن، وهو ما اعلن عنه الرئيس بوتين وقال انه تمد افريقيه سواء من الناحيه الاقتصاديه عن طريق او حتى مجانا، لان روسيا تبحث عن شراكات استراتيجيه وتدرك الاهميه الكبرى للقاره الافريقيه، لان القاره الافريقيه اصبحت قطبا مهما في النظام الدولي، وهذا سيؤسس الى شراكات استراتيجيه، خاصه ان هناك الكثير من الدول الافريقيه محل اهتمام من انضمامها الى مجموعه بريكس، وبالتالي ارى ان هناك زخم اقتصادي، زخم يعني فيما يخص اتفاقية تصدير الحبوب. هناك الكثير من المجالات أيضا، على اعتبار أن روسيا وعلاقتها مع الدولة المصرية هي علاقات وطيدة وقوية، لأن روسيا تنفذ الكثير من المشروعات داخل الدولة المصرية. يعني احنا بنتحدث عن 18 مليار دولار ما بين روسيا والقارة الأفريقية، منهم فقط 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والقاره وروسيا. صحيح يا دكتور، يمكن حديث يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين اليوم عن تعزيز حجم التبادل التجاري والمشروعات ما بين الجانب الروسي والجانب المصري، وكان هناك الحديث عن محطه الضبعه النوويه، فهل يعني احنا في الحديث عن سياق الحديث عن مزيد من المشروعات؟ دكتور حامد استاذن حضرتك تكون في مكان في شبكه عشان اسمع حضرتك كويس. نعم يا فندم، اتفضل يا فندم.
العلاقات المصرية الروسية بتمر يعني أفضل منعطفاتها وأفضل أوقاتها على مر التاريخ، لأن هناك بالفعل شراكات استراتيجية مشتركة، على اعتبار أن روسيا والصين يزال الآن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بالإضافة إلى الجزائر والسعودية، وهي مهمة جدا ستضيف ثقل سياسي طاغي هذه المجموعة. أيضا هناك الكثير من المشروعات، يوجد يعني المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، توجد محطة الضبع النووية اللي أشار إليها النهاردة فخامة الرئيس السيسي، وبيشكر الدولة الروسية على الحرص على دعم الدولة المصرية، الدولة الوطنية المصرية، وبالتالي هناك الكثير من الشراكات الاستراتيجية الحقيقية بين الطرفين للعالم، بل ورد علاقات تكون هذه العلاقات ناجعة و جميلة بشكل كبير، على اعتبار ان مصر خدمت روسيا كثيرا، لان مصر هي البوابه الرئيسيه للقاره الافريقيه، وكانت مصر دائما وابدا داعمه للدوله الروسيه من خلال ان تكون مصر هي الرئه وهمزه الوصل بس الروسيه. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.